240 مليار خسرتنا الحكومة لأن السيد أو السادة في المصرف المركزي ما كانوش قادرين على تصحيح السياسة النقدية. فعدم رقابة المصرف المركزي على أو تفعيل دورة في الرقابة على النقد الأجنبي هو سبب مشاكل ليبيا الاقتصادية والاجتماعية، ونقدر نضيف نقول حتى السياسية في بعض الأحيان. وصلنا لطريق مسدود مع المركزي وقررنا نخاطبه مجلس النواب والدولة والرقابة والديوان ومكتب النائب العام بهذا الخصوص. للأسف تواصل معه رئيس مجلس الأعلى للدولة ورئيس ديوان المحاسبة وبلغونا أن وصلوا لطريق مسدود مع السيد المحافظ. المركزي الآن للأسف مساهم في العديد من الإشكاليات نتيجة هذا التصرف. أولهن موضوع الفساد، لاحظنا اختناء فاحش، ثراء فاحش لأشخاص معينين ثروتهم وصلت المليارات، يحصلوا على اعتمادات سواء مباشرة أو من خلال أشخاص ذوي سن صغيرة. احنا عندنا بعض الحالات اللي فيهم تهريب أموال بعشرات الملايين، أعمارهم 18 و19 و20 سنة. اللي صاير جريمة منظمة، اللي صاير لعب بثروات ورزق الليبيين. شرعنة السوق الموازية والسماح للبضائع القادمة خارج المنظومة المصرفية هو شرعنة لغسيل الأموال. لما يجيني شخص بعد 10 سنوات يقول لي أنا ثروتي 100 مليون، ما نقدرش نحاسبه، ما نقدرش نقول له منين لك هذا، لأنه ببساطة حيقول لك أنت صدرت قرار يا نواب يا دولة يا رئاسي شرعنت به هذا الكلام، وأنا ما عنديش ما يثبت. أموالي حولتهم خارج المنظومة، جبت بضائع، البضائع بعتهم بمليون، بعتهم ب 100 مليون، أنا الآن ثروتي 100 مليون دينار. الموضوع خطير، لن نستطيع حتى محاسبة الفاسدين في المستقبل. للأسف وصلت المرحلة من قبل المركزي أن يشكك في قضائنا النزيه. الأحكام القضائية بالمناسبة لم يتم سدادها لسنوات. مشكلة الكهرباء، مشكلة الكهرباء إذا كان ما تعرفوش رأي حتى هي جزء منها يتحمل مسؤولية المركزي. لما نجيو نسألوا جماعة الكهرباء نقول لهم الصيانات البسيطة، لأن الكهرباء تنفق على الباب الثالث والباب الرابع. الباب الرابع جزء كبير منه من حيوالاته غير مسموح به في المركز، اللي هو مستهدف للصيانات البسيطة. عدم إجراء الصيانات البسيطة لسنوات أدى إلى ضياع أكثر من 2000 ميجاوات. الكلام هذا خذيتها من دراسة للبنك الدولي، مشتركين فيها حتى خبراء ليبيين. كل ما نشوفه مشكلة موجودة في البلاد نلقى وراها المركزي ونلقى وراها تصرفات وسياسات لا ندري ما الغرض منها. أنت لما تقول لي أن النفط مغلق فبالتالي مش حيقدر يفعل دوره على الرقابة، أنا ما نبيش يا سيدي أموال النفط، لكن بنعرف حاجة واحدة، أن الدولار اللي قاعد السوق صدى منين؟ إذا كان دولار من الخارج يمول به جماعة عربية خلينا نوقفه، إذا كان من فساد ياخذ في الدولار من المركزي بمحاباة ويهربوا فيه من برا خلينا نوقفه. لكن كون تقول لي والله خلي البضائع جايه مجهوله المصدر والسوق السوداء لا والله نخلوه قاعد ماشي، هذا كلام غير مقبول يا جماعه. المعادله تبدا بالحكم. الحكم محتاج جند، الجند يبي اموال، الاموال تبي خراج، الخراج يبي اعمار، الاعمار يبي عدل، العدل يبي صلاح العمال، صلاح العمال يبي استقامه وزراء. اذا كان موفرناش أحد هذه النقط ستنهار كل المنظومة الاقتصادية.